وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا المريض يجي أقل من 12 ساعة ويروح بيت. ما شاء الله. وفي يعني استخدام أمثل للأسرة حقت المستشفى. ممتاز. عمليات اليوم الواحد، واحد عملية بسيطة، لوز، ختان، تنظير قنوات مرارية، تنظير جهاز هضمي علوي سفلي، نسوي البروسيجر هذه بعض المرضى تحتاج نقل دم. بدل ما يتنوم عندي تحت يمسكلي سرير، استفيد انا الحقيقه من السرير لساعه ولا ساعتين، ويقعد كذا ساعه ويمشي. اجهزه التنظيف كلها اجهزه حديثه. هذه الاسره الجديده. ممكن حتى جزئيا نستعمله كجزء التوموغرافي، هذا نسميه زي السي تي سكان. فاحنا ممكن نشوف منظر ثلاثي الابعاد لكل الجسم. من هو ممكن نجيب المعلومات. وكيف يشتغل؟ يعني تقربوا جنب السرير وهو يعمل السايت ويعمل 360 درجه. هذه غرفة تحضير للأجهزة والتعقيم والتنظيف ويوتيليتيز. بس ما شاء الله الحقيقة اللي نشهر على الأطباء إنه هذا كله كومبلينت. مهندس هاني من تفضل. مهندس حامي أبو عبد العزيز. مهندس هاني المشرف مدير المشروع. هذه الشعب الهوائية والأنف والأذن والحنجرة تنظيرها يعني هنا معلينا دكتور كده عشان الإسعاف. هي يزيد السايز حقه طبعا. أنا ما زلت يعني بالنسبة للشعر الهوائية والشعر الهوائية.